دلوقتي خلاص هنبتدي نفتح فوتوشوب ونشوف بقى ازاي نميكس الصورتين دول مع بعض، الصور اللي احنا عملناها دي. دلوقتي عايزين ندخل الصور. انا على فكره النهارده بقى في فوتوشوب انا غالبا مش هتكلم، كله هيجيب اللي عنده بقى. عايز ادخل الصور دي مره واحده. ها؟ عايز مشاركه يا جماعه، مش عايز ناس نايمه. افتحوا لنا نور. قلنا نور. ايه؟ ايوه استنى، الراجل ده بيقول كلام مهم. انتوا ليه؟ اسلك الصور كلها؟ وبعدين نحطهم هنا؟ طب ما كل واحد نسي الفايل لوحده، انت ما حضرتش، هو كنت نايم. ايوه انت ما حضرتش برضه. فايل سكريبتس لود فايلز انتو ستاك براوز، راح اجيب الحاجه بتاعتنا. دوس اوكي. اوكي تمام، هقفل المنيو دي كده مش عايزها. ابتدي اخفي بقى واشوف كده اللي انا محتاجه. دي الار جي بي كلر، دي ده البيوتي باس بتاعنا تمام، ده اللي فيه كل حاجه متفندره. ماشي يا سهل. ايه؟ لا مش انا كده كده عايز اركب عليها بره صح؟ تمام. فدلوقتي ايه؟ خلاص عندي دي اول ليرة اهي، بس نشدها تحت. ممكن نسميها ايه؟ فيوتشر. راح شد الصوره بتاعتنا دي الكاميرا. انا مش شغال ببساطه هنا، انا بس هاخد حاجات معينه اقول عليها. راح شد الصوره بتاعتنا اصلا اللي احنا كنا بنتكلم عليها بقى من الصبح دي اللي هي 1080. شدها هنا كنترول A كنترول C، واجي هنا كنترول B وشدها تحت خالص تمام. تمام. طيب اول حاجه بقى دلوقتي ايه اللي قابلني؟ انا دلوقتي لما جيت حطيت الصوره، الصوره طالعه لي باسود تمام. احنا كنا ممكن نسيف بي ان جي من 3 دي ماكس، بس واحنا بنطلع عشان الشغل مش هينفع نسيف لا بي ان جي ولا جي بي جي. محدش يسيب حاجه من 3 دي ماكس ولا جي بي جي ولا بي ان جي. الصور دي الاكستنشنز دي من الصور بتقلل الكواليتي بتاع الصوره، بتقلل الانفورميشن بتاع الصوره. فاحنا لما بنيجي نسيب صور للشغل يا اما تي جي اي يا اما تي اي اف، مش 16 بت بير شانل. تمام؟ ايه 16 بت بير شانل؟ فاكرين اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه الاتش دي ار اي؟ لا بي ان جي ما فيهاش 16 بت بير شانل. شوف 16 بت بير شانل. طيب ايه اللي كنا بنتكلم عليه يا جماعه؟ يعني ايه؟ تي اي اف او تي جي اي؟ او خلينا تي اي اف، خلينا تي اي اف. ايه الفكره في 16 بت بير شانل؟ يعني ايه 16 بت بير شانل؟ يعني احنا عندنا 16 بت بير شانل، يعني اللي تشانل واحده عندنا فيها 2 اس 16 لون. ده معناه ايه؟ 2 اس 8 يعني 256، 256 لون تمام. ده معناه ان انا بروح من 156 ل 157، فاكرين الاكزام كله بتتكلم فيه في خطوه واحده، فما عنديش رينج الوان كافي. انما هو 2 اس 16 عندي ما بين كل اثنين، يعني ما بين 165 مثلا 166 درجات الوان، عندي جوه 165.1 165.2، فده يديني رينج الوان اكبر العب بيه. اه طبعا فرق جدا. يعني هوريكم اكزامبل يا جماعه، بصوا كده. بس هي الاكزامبل اللي انا هوريه لكم ده مش هيبان على الصور، مش هيبان هنا على الاسف. يعني انا مثلا عندي ده الزي ديبس، هنتكلم عن الزي ديبس ده بعد ممكن المره الجايه او اللي بعدها. يعني ده مثلا ده 16 بت، فلما اجي احط عليه ليفل بصوا، مش عارف انتوا شايفين كويس ولا لا. بصوا انا بكنترول ازاي، بخفي وافتح، عندي رينج الوان كبير قوي. لو جيت حولت شيل ده
حولت الصورة 8 بت بشمل جيت احط زي دبس. شوف انا بروح بسرعة جدا ما عادش عندي رينج الالوان الكافي اللي كان عندي من شوية. اصلا ما ينفعش برضو اعمل الحركة دي قوي، لازم تبقى الصورة اصلا طلع 8 بت والصورة 16 بت. تحسوا الفرق ده في حاجة زي الزي دبس دي. خلاص بيطلع فيها كواليتي، بتطلع كواليتي اعلى جدا. طيب بصوا يا جماعه انا دلوقتي عندي البيوتي باس ده خلاص، فانا محتاج له يعني وانا بس تقريبا ما شدتش اللير دي. فانا ما شدتش الالفا بتاعنا. انا في الفيندر باسز اللي طلع عندي الفا، تمام؟ هشدها هنا كده. بصوا بقى وانا بحطها في الفايل دايس اوت كنترول شيفت عشان تنزل في النص بالظبط. الباس كومبوزيتنج اللي احنا بنعمله ده ما ينفعش صوره تبقى شيفتد على الثانيه. لما باجي انضر حاجه بنضرها كلها في نفس الفريم بتاع الحاجه الاصليه عشان ما اشد حاجه قطعه الثانيه تنزل بالظبط، تمام؟ فدلوقتي عندي الالفا دي وعندي المبنى ده. عايز اخلي الالفا، احنا عارفين الماسك يعني ايه، الابيض باين الاسود مختفي. عايز احط ده في ماسك جوه ده عشان ينزلوا ويبانوا على الصوره دي. اقتراحات؟ تمام. ايه يعني ماشي. طيب اخد دي كوبي بيست، تمام؟ وبعدين اعمل ماسك هنا. اعمل ايه بقى؟ خش على ايه؟ تشالنج، تمام؟ كده انا لو جيت دلوقتي لقيت نفسي عملت اصلا لاير ثانيه ما نزلتش. ايه هي بتعمل ازاي؟ بص امسح دي. احنا فاكرين الاحمر ده ما قلنا بيطلع ليه؟ لا، عشان ظهرنا الالفا دي هنا، تمام؟ احنا المفروض دي ما تبقاش مختلفه. انا دلوقتي ايه؟ عملت ماسك، تمام؟ باجي جوه الماسك اقف هنا، اجي جوه الماسك اقف هنا، اجي على التشنلز واروح اكتف دي، صح كده؟ واروح اعمل بيست هنا، تمام؟ بعدين لما ارجع دلوقتي على الصوره اظهر، بقت عندي الصوره بالماسك ده. تفرق لو عملت بالكونتر عملت سيلكت؟ لو عملت سيلكت ازاي؟ بس انا كنت مستني الكلمه دي بقى عشان هيطير فيها دم دلوقتي. طالما شغالين ماسكات ما تستخدمش سيلكشنز خلاص. يعني فاكرين المره اللي فاتت احنا كنا بنعمل سيلكت على حاجات ليه؟ عشان ما كنتش عارف اطلع ماسكات من ال 3 دي، ما كانش معايا 3 دي فايل اصلا، مش معايا صوره. ماشي اوكي، انا بقول دي طريقه ثانيه. لو دي طب وليه؟ لو الطريقه دي مش هتشتغل. ما هو احنا بقى يعني بنحاول السيلكت هنا هيضيع حاجات. السيلكشن اكيد لا هيضيع حاجات حلو. احنا بندور على البساطه. لا ما هو البساطه مثلا من البيكس دي مش هتشتغل. لا انا شفت شوف الصراحه لا خلاص لا ما بنضيعش بيكسل. طيب المهم يا جماعه ان احنا ايه فكره الماسكات كلها، ان انت تبعد عن القايمه دي خالص عشان الحاجات البيضاء اللي كانت بتطلع في الايدجات، عشان تقعد تاخد وقت اصلا في السليكشن. انا هوريكم تول دلوقتي جامده جدا كمان حاجه من كده، تمام؟ فدلوقتي انا بقى معايا البيوتي باس ماسك. طيب لا مش بيشتغل، لازم تخش جوه التشانلز تقف على الماسك. يعني بصوا يا جماعه هروح انا امسح الماسك ده تاني اعملها تاني. بعمل ماسك، تمام؟ انا دلوقتي هي لسه معايا في الكليب بورد، لو جيت ابيست هتبيست، تمام؟ انا واقف جواه اهو البيست برومات لير جديد. انت دلوقتي مفهمه ان انا في التشانلز بتاعت الصورة وعامل ماسك جديد اهو. طيب انا همسح الماسك ده ونيجي نشوف كده اللير بتاع الماسك واحد. لما بعمل ماسك بروح جاي عايل جوه التشانلز في حاجة جديدة اسمها ماسك، افتحها وبيست فيه، تمام؟ لما ارجع دلوقتي هلاقي ايه؟ بقت الانفيزابيلتي ديمد كده، اول ما ادوس خلاص دي بقت عندي ماسك. حلو كده لحد دلوقتي؟ تمام. حد عنده مشاكل؟ هنتكلم في ليفل اعلى بقى كمان. فاكرين الماسك اللايرز اللي احنا بتاع المالتي مات اليمنت كنا عاملينها دي؟ عايز اسلكت الشجر.
مفيش اللي هيعمل اي سيليكشن تول هقتله الشغل عالي ده. طيب انا دلوقتي واقف على اللاير خالص اهي. ايه الفكره ان احنا مطلعين ار جي بي؟ طيب ادوس على اللاير مرتين وبلند. انا مش عايز اسمع السكه دي وابتدي اشيل مثلا. بس انا كده محتاج ايه؟ اشيل الازرق اشيل الاخضر عشان بقى لي لحظه. تمام. غير كده وكده بقت عندك حته فاضيه. يعني بقى عندك ار جي بي وحته فاضيه الفا وبس كده. يعني مش عارف سلكت. بص بقى يا سيدي، احنا بنيجي نقف على اللير دي بتاعتنا ايه؟ واقف عليها ايه؟ اتاكد ان هي اللي فوق خالص. تمام. او معمول لها سولو. انا دايس الت سولو بيعمل ايه؟ بيزر لير بس. دايس الت واقف على الفيزابيلتي بس. تمام. اجي على التشنل، لو دوست ار يطلع لك الار بس، دوست جرين يطلع لك الجرين بس، دوست بلو يطلع لك البلو بس. ايه؟ لا ما فيش سلكت. لا يعني سلكت بالظبط يعني. ايوه خلاص مطلع كل واحده حد مسقط دي. ساتسفايد جدا. ما هو ممكن ياخد بيكسلز زياده بقى. الفكره ان السلكشن تولز، يعني اقول لك حاجه. انا مثلا واقف على اللاير ده ايه؟ تمام؟ اسلكت ايه؟ اسلكت الماجيك من الماجيك مثلا. تمام. بص بص همسح الماجيك، همسح اهو شايف بقى ده؟ شايف الحاجات دي؟ ليه؟ طب ليه اوجع دماغي واقعد اصلح وبتاع؟ طب ما انا في ايدي تول في الانجاز جدا. تمام. بص بقى هوريك الماسك نفسه لما بسلكت بيه. هاجي اقف على الريد. تمام. وادوس كنترول اي كنترول سي. انا عملت سلكشن للكل، بعدين كبيرت الريد ده بس. تمام. بعدين اقفل ده خلاص واروح اخد لاير جديده من البيوتي باز دي اسميها ايه؟ تريز. اروح اقف على الماسك، اخش قصدي جوه الماسك بتاعها. دلوقتي هي عليها الماسك الاولاني كنا حاطينه، هاكتفه افتحه وبيست جوه ايه؟ التريز. فدلوقتي بقى عندي ايه؟ بقى عندي التريز لوحدها. تعرف تطلع دي المنظر ده الحاجات المخرمه دي بالسلكشن تول بس. يعني طيب دلوقتي سي مثلا عايز افتح التري لوحدها، شد برايتنس اخليها كليبنج ماسك. احنا قلنا الكليبنج ماسك ممكن اعمله ازاي. طيب خد الجديد بقى كنترول الت جي يروح على الكليبنج ماسك على اللي تحتها على طول. كنترول الت جي. تمام. فدلوقتي عايز افتح. لا بقى لا بيفتح لي في المبنى، بص كده المبنى، ولا بياخد شويه من سايب لي شويه فوق ما فتحهمش. رد عليا بقى بشغل ايه ده؟ بروفيشنالز. تمام. فدلوقتي بقى عندي ايه؟ التريز لوحدها ايه؟ ممكن اروح حاططهم بقى في جروب او بلاش جروب. طبعا احنا لسه هنظبط الوان. افصل ايه تاني؟ محتاج ايه تاني افصله؟ ممكن ارضيه ما احتاجهاش. طيب انا خلاص معايا الباص، خليه لو احتاجته وانا شغال افصل بيه زي ما انا عايز. تمام. هلاقي مثلا عندي دلوقتي، خلينا نشوف. سي مثلا ده اللايت اللي احنا كنا مطلعينه لوحده. تمام. طبعا هو احنا قلنا طالع نويزي من المنظر ده عشان السبديفيجنز بتاعت اللايت كانت قليله، المفروض نزودها شويه. فبخلي مثلا الباص ده عايز اظهره، هعمل ايه؟ خلي الصبيان تقف شويه كده. الباص ده عايزه يطلع، يعني عايز اكمبوزيت الباص ده في الصوره. بقول خلي الصبيان تقف شويه مفيش. ها هو قال خلاص يا جدعان. تمام. ببتدي العب بقى في الكالر مود، في البليندنج مودز بتاعته. الظريف في الموضوع كمان ان احنا ممكن، بس مش عارف هتشتغل ولا لا. بلاش. لا سواء كان الفكره ان اللايت ابيض اصلا، انا جيت اغير في الوانه وهو مش بيغير. ف خلينا مثلا نشوف كالورايز. ممكن تديله كالور
هو كده بيغير تمام. فدلوقتي انا بدل مثلا ما رندر تاني اكتشفت ان انا عايز اغير اللايت بغير اللايت تاني تمام، وبيغير لي ايه بقى، بيغير لي على الشجر كمان. هي مش باينه قوي يعني، بس بص كده حد عارف ايه اللي ظهر ده؟ طيب لو عايز اشيلها لا دي مش جي، دي مش جي، دي بص دي جي هنا دي الجريد، انما في حاجه تانية بتظهر جوه كمان. دي حاجه اسمها البيكسل جريد، هي مفيده جدا مثلا لحد بتاع يو اي ديزاينر بتاع الناس اللي بتتعامل بالبيكسل ودي شيفت مش عارف ايه بتبقى مفيده يعني. انما احنا هنا مش محتاجه، انت بتشيلها فيو شو بيكسل جريد. دلوقتي لو جيت ازوم هتشوف تظهر تمام. بصوا البيكسلز في الشجر بتتغير لما بغير اللايت. طيب ايه؟ طيب خلينا افتح حالك شويه كمان. بصوا يا جماعه يعني دلوقتي الباص اللي معايا ده ممكن بكنترول بيه على الشجر كمان تمام. هو ده بقى اللي انا كنت بتكلم فيه، ان احنا هنا حد واخد باله ايه اللي حصل، ايه المشكله اللي حصلت لما عليت ده؟ عايز حد يديني تفسير ليه لما بعلي الدنيا بتخضر ولو قللت مهما قللت ما بيحصلش حاجه؟ عايز اسمع هنا؟ لا قولي قولي والله قولي مفيش مشكله. طب ايه المشكله طيب؟ ايوه مش موضوع اللي بساله، ليه ما بعلي بيدي اخضر ولما بقلل ما بديش حاجه؟ تمام، حد عنده سلوش يعني تفسير تاني للموضوع؟ ماشي، ما هو انا بزود اوكي بيزيد، طب لما بقلل؟ ايه؟ انا عايز الناس تفكر. طيب ماشي، طب لما بقلل ما بيقفلش ماشي. الصورة نظامها اسود لما بقلل اللي بيحصل؟ الابيض ده اللي هو اقل حاجة اللي هو الاسود بالنسبة لي. بقى اسمع اسمع عبد العزيز واسمع. ان الابيض اللي انا مرندره بس هو ممكن يكون الاسود بالنسبة لي في اللايتنس، لما بعلي في اللايتنس بوصل للابيض اللي هو اعلى من الابيض اللي عندي بيخش على الفيو بتاعنا. هو بيأثر على درجة معين في الريسبشن. تمام، ضل كليبنج ماسك بالظبط. طيب هو الفكرة يا جماعة خلينا نسولو دي كده خلاص نقفل تحت اهو. الفكرة ان انا عندي اصلا اللير كان فيها بقيتها اسود، فانا لما بفتح الدنيا بتفتح، بس اول ما بسود خلاص مش هيسود اكتر من كده يعني تمام. فجبت الماكسيمم اوريدي، انا عامل المود بتاعها كلر دودج، هو كل الاسود بينضرب في زيرو تمام. فلما كنت باجي هنا خلاص انا كل اللي تحت الزيرو ده خلاص زي اسود، خلاص ما عادش فيه، مش هيسود عن كده تمام. فكره الحاجات دي انتوا لازم تفكروا فيها، لان انت ممكن تبقى قاعد بتعمل حاجه ومسؤول فيها جدا تكتشف اصلا الموضوع في الاخر كان حاجه صغيره جدا تمام. طيب فدلوقتي انا حطيت التريز دي وحطيت خلاص دلوقتي اللايت سيلكت ده مثلا اللايتنج اللي كنا بنتكلم عليه ده الفري لايتس بس، ماليش دعوه بالجلوبال الليمينيشن، ده الجلوبال اليمينيشن بس من غير لايتس تمام. استفيد بيهم ازاي الحاجات دي؟ زي مثلا لقيت الدنيا مظلمه شويه في الجلوبال اليمينيشن كلها، فاجي هنا اروح مخليها زي لينير دوج اد كده تمام، شوف الايفكت بتاعها عامل ازاي، لو فتحت قوي ممكن اقلل شويه. فاهمين بقى تويكينج بقى وظبطه. طيب نيجي بقى مرحله ازاي بقى احط ده جوه جوه، اشد كل حاجه عندي هنا احطهم في جروب واحد، ده المفروض ايه الفور جراوند بتاعتها اف جي فور جراوند تمام، وده الباك جراوند. طيب انا دلوقتي اول حاجه بفكر فيها ازاي اوصل التونز بتاعه الفور جراوند توصل للباك جراوند تمام. فاول حاجه هفكر فيها خلينا نشوف الليفلز كده لو لعبت فيها ايه اللي هيحصل. خليني ايه دلوقتي انا لو هلعب هلعب في كله، هلعب بس اديها كليبنج ماسك. طيب حلو قوي الاكزامبل ده. بصوا يا جماعه
عارفين احنا هنا مستخدمين 16 بت بير شانل تمام. فلما جيت سويت الدنيا قوي حد واحد باله من الابيض اللي لسه باين اللايتس اللي لسه باينه دي. طيب لو انا شغال على 8 بت بير شانل برضه اللايتس استري. طيب هو الفكره ما ينفعش اعمل حركه دي يعني ما ينفعش 16 واحولها 8 وابقى مستني ريزلت. لا هي المفروض تطلع ريندرد من الماكس 8 او ريندرد 16. طيب اول حاجه قلنا هرجع بس 16 خلاص خلينا نشوف الليفلز كده عندنا. انا برضو بعين هخليها كليمنج ماسك عليها نشوف كده الدنيا. شوف من هنا كده. طيب في حركه ظريفه قوي بتتعمل عشان تتشيك الفاليو بس بتاعه الحاجات ان انت تخلي الصوره كلها ابيض واسود. خليني مثلا نحط لير بلاك اند وايت وبعدين ابتدي بقى ايه احاول اوصل التونز بتاعه السواد دي ان هي تبقى شبه شبه اللي وراها. اجي مثلا على الليفلز تاني ايه الباك جراوند ما عنديش فيها كولرز كفايه فاهم. دي عندي كولرز العب فيها براحتي في الاخر خالص ممكن مادي جريدنج بقى ايه على الصوره كلها ممكن مثلا بس هي طبعا كده توصل ما انا كده 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 يعني هقعد اتويك بقى واشوف كده. ممكن نلغي الابيض واسود كده ونشوف. هو الزرق بص احنا دلوقتي بنلعب على الفاليو ركز على الفاليو وبعد كده شوف الهيو تمام. خلينا مثلا ايه خلينا نشوف نسيب الليفلز كده دلوقتي ونشوف ممكن نوصل بايه ده. طيب دلوقتي لو جينا ركزنا هنا خلينا نعمل دي زي اناليسيس شويه بقى بالصوره دي ايه اللي فيها. عن شجر لون اخضر واخد تونز زرقاء من السماء يعني ممكن اشوف تونز الزرقاء دي بيكسلات هنا في ممكن نبك كده ونشوف بعدين باكو في ازرق شويه مع الخضار جروب بترولي اللي طالع ده في الدايره من فوق وعندي الشادوز بتاعتي واخده تونز زرقاء كمان. فدلوقتي عندي عايز في الهايلايتس بتاعت الصوره ادي شويه زرقاء تمام وفي الشادوز ادي شويه زرقاء. حد معترض او حد شايف حاجه غير كده؟ طيب اعمل حاجه زي كده ازاي؟ هاجي على الكولر بالانس هنا اقول له مثلا خلينا نروح على الشادوز تمام وابتدي ازود بقى هخليها برده كليمنج بلس ابتدي ازود شويه في الازرق الدنيا الدنيا صغيره جدا معلش. ابتدي ازود كمان شويه هنا في الازرق كده تمام. الاخضر عندي برضو اخضر قوي فممكن اروح بيه سنه سنه كده على الماجنتا فيها بص كده اوفر اول والله الدنيا يعني التونز قربت بس عندي كونتراست عالي جدا في عندي اسود اسود محتاج الاسود ده يروح على ازرق شويه. بصوا هنا كده ده اسود انا عندي الشادوز اللي هنا نوعا ما. طيب اعمل دي ازاي؟ والله انا ممكن افكر في حل تاني ممكن خلينا نشوف كده نعمل دي ازاي. واحنا لسه ما ركبناش احنا لحد دلوقتي نظبط بس الوان خلينا واحنا بنركب نشوف ممكن نهرب منها ازاي تمام. ممكن بقى اعمل الحته اللي هنا دي انا محتاج ايه؟ محتاج ازود الفاليو بتاعت الشادو محتاجه تاخد سنه زرقاء. نعمل دي ازاي؟ هنا عندها في حاجه اسمها كيرفز. كيرفز كل فكرته ايه؟ ده الهيستوجرام بتاع الصوره. انا دلوقتي عامل كليم الماسك فالكليم جايب لي الكيرفز ده جايب لي المنظر اللي انتم شايفينه اللي ورا ده شايفين التردد دي اسمها ترددات فريكونسيز. الصوره معظمها متركز في الشادوز. هنا عندي ده بيبين لي الحته اللي فيها
اللي على الشمال ده شادوز، اللي على اليمين هايلايتس، اللي في النص ميد تونز. تمام؟ فانا مثلا لو حطيت بوينت هنا وزودت كده كأني بزود في الهايلايتس، ولاقي كمان الميد تونز زادت معايا، ممكن احط بوينت ثانيه شد دي بس، يبقى انا كده عملت ايه؟ زودت الهايلايتس بس. تمام؟ حد مسقط حاجه هنا؟ تمام. طيب هعمل ريسيت. انا دلوقتي قلنا عايزين نزود الفاليو بتاعه الشادوز شويه، وادي تونز زرقاء سنه. تمام؟ هاجي هنا على الكيرفات بتاع البلو، ممكن احط بوينت ثانيه هنا كده، ابتدي ازود ايه؟ عايز قيمه صغيره جدا. مش حاجه باينه عندكم صح؟ ايه؟ طيب يعني خلينا انا عايز بقدر المستطاع بينكم، بس يعني هنا زرق قوي بس هنا مش باين. دي تمام. طيب برضو من ضمن الحاجات، طيب بصوا يا جماعه كده، انا شايف المبنى هنا نوعا ما ركب مع الباك جراوند، يعني كالوان مبنى بس تقريبا الوانه جايه، يعني الحتت دي مع الباك جراوند حاسس ان البضاعه جايه من هنا راميه هنا فظاهر شويه. دلوقتي المشكله عندي في الشجر بس. خلاص احنا قلنا دلوقتي احنا معانا ايه؟ ماسك للشجر. تمام؟ تلعب في الماسك بقى بتاع الشجر بس. في كذا طريقه ممكن العب فيها. عندي دلوقتي ماسك الشجر لوحده اهو. تمام؟ ممكن اروح اعمل لاير جديده هيو ساتوريشن مثلا، واشد الماسك بتاع الشجر احطه فيها. سوري. يقول لي عايز تريبليس الماسك، اقول له اه. فدلوقتي انا لو بغير حاجه هيبقى غير في الشجر بس. تمام؟ او ممكن اسيب اللاير بتاع التريز زي ما هي، وراح شد عليها هيو ساتوريشن واخليها كليبنج ماسك. ولا فيها بس. تمام؟ اوكي. طيب انا شايف مثلا ان هي كانت ساتوريتد قوي، فهقلل الساتوريشن بتاعها شويه. ممكن نزود اللايتنس واحد مثلا، حاسس حد حاسس انها قربت شويه. هو دلوقتي في مشكله ثانيه هنتكلم برضو عشان نبقى متقدرين الوضع. انا ما جيت رندرت، ما رندرتش هاي كواليتي قوي. تمام؟ فتفاصيل الشجر هنا مش زي تفاصيل الشجر هنا. هنا البكسلات شارب جدا وطالعه، ما فيش سموث طالع من الماكس وبتاع، ممكن ما كنتش مستخدم فلتر. ايوه بالظبط. يعني الفلاتر اللي هي بتاعت الانتي اليازنج، هي كل فكرتها ان هي بتعمل زي سموثنج على الصوره. اللي هي ميتشل متريبالي كات من روم والحاجات دي. تمام؟ بس انا احاول بقدر المستطاع اوصل للي انا عايز اوصل له يعني. تمام؟ ستيل عندي برضو يعني الشادوز بتاعت الصوره الاصليه واخده سن احمر. خلونا كده. مش باين اي حاجه. ايه؟ يعني فهزود مثلا لير كمان كلر بالانس، واجي في الشادوز وازود سنه يعني. طبعا في حتت وحتت، بس انا هحاول بقى ياخد افريج من الجزء ده مع الجزء ده ظبط شويه. بس كل فكره دلوقتي الجزء ده الجزء ده تقريبا بقت واحده. المشكله دلوقتي عندي ان ستيل الشادوز محتاجه تاخد لايتنس شويه، يعني لايتنس. ممكن اجي هنا بقى والعب في الكيرف كله
هخليهم الاثنين كليبنج ماسك بس. تمام، نزود لايتنس شويه. خدوا بالكم يا جماعه ان ترتيب اللايرز هنا مهم، يعني خلينا نشوف عاملين ايه وبنوصل. يعني انا دلوقتي كنت حاطط كلر بالانس دي، لما جيت شديتها فوقها انتوا مظلين والله يا جماعه، انا اسف. ايه طيب دلوقتي انا هشد التو لايرز دولت، انا كده دولت معمول لهم ابلاي على الصوره كلها، لا انا عايزهم يتابلايوا على الشجر بس. ايه اللي حصل؟ لان احنا دلوقتي كان عندنا لايرز فوق، بصوا نشد دولت تحتهم كده بس، اللاير بتاع الليفلز دي لما طلعت فوق بوظت الدنيا. تمام، خلاص هابلاي عليهم ماسك، نفس الماسك هنا. طيب خلونا بقى نشوف الريزلت بتاعتنا لحد دلوقت. ممكن نحط دول بقى، انا دلوقتي كنت عايز ايه؟ كنت عايز ابلاي على الشجر بس، فجيت قلت ايه، هشدهم واحطهم تحت على الشجر. ايه اللي حصل؟ الدنيا باظت. ليه بقى؟ بالظبط، لان انا دلوقتي كان عندي لير، بص دولت التو ليرز بتوع الشجر بس هم، لما جيت نزلت تحت الليفلز اللير بتاع الليفلز دي باظت الدنيا خالص. قلت خلاص هسيبهم مكانهم وابلاي عليهم انا ماسك بقى. لا مش هطلع لهم الشجر اكيد، ابلاي عليهم ماسك وخلاص. خد نفس الماسك ده حطه. تمام، ايه بصوا انا مخفي كله ونشوف الريزلت. احنا كنا بادئين كده ووصلنا كده ساتسفاي. تمام، طب خلونا نسيبها كده الوقت وبعدين نعمل كومبوزيتنج نشوف بقى ازاي ندخل الحاجه. ايه بقى ده بقى ايه؟ طالما هبتدي اشتغل مانيوالي بقى خلاص هعالجها في الاخر. تمام، انا هشتغل بقى خلاص، هبتدي ايه بقى نظبط في الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. طيب اول حاجه الحاجات الشجر اللي طالع لي ده منظره سخيف جدا، فمحتاج اقصقص منه. تمام، ممكن بسهوله قوي اجي اعمل ماسك هنا على الفور جراوند. تمام، وقلنا اجيب برشايه ابتدي اقعد اشيل. دي الطريقه العباسي. تمام، محدش يستخدم دي، ده حاجه شكلها مش بروفيشنال. تمام، طيب ازاي اشيل بحاجه شكلها انضف شويه من هنا؟ محتاج امسح بشكل شجر. فاهم حد واخد باله ايه؟ ايه؟ فاكرين؟ الكلون ستان؟ بس الكلون ستان احنا كنا بنحط عشان ندير، المره دي انا عايز امسح. بالظبط، هعمل برصايه شجره وامسح بيها. هعمل برصايه شجره ازاي بقى؟ ايه؟ تجيب ايه تاني كده بتقول ايه؟ دول للبرشاش. انت ممكن يا جماعه بص ممكن بسهوله قوي تخش هنا اونلاين. تخش مثلا برش قصدي تريز برش. تمام؟ في برشات مغرقه الدنيا. تمام، خش داونلود اي واحده بتاع الحاجات دي معظمها فري. ممكن اعمل حاجه ثانيه خالص، انا اوريدي عندي ماتيريالز. انا اوريدي يا جماعه زودت شويه حاجات في الماتيريالز، ممكن تاخدوها من بابه هنا. يعني في حطيتهم فين بقى؟ انسبيريشن في فولدر عند بابا دلوقتي اسمه ماتيريالز، هتلاقوا فيه 19 جيجا صور شجر بس. يعني خلينا نشوف بلانتس دي، ده فيه ايفر موشن، ده كل ده شجر
مقصوص هتقعد تحطه على طول. لا ده قصب جلسات تمام؟ ايه؟ لا ما هو نازل بألف اصلا تمام؟ فانا هاخد دي مثلا الشجرة دي كده طبعا عندي فوتوشوب تمام؟ Alt Control I عشان افتح السايز طبعا الصورة 2500x500 فكده هعمل برشاية عملاقة انا عايز برشاية صغيرة شوية الشورت كات اللي انا جبته ده اللي هو image size من هنا خليها مثلا 512x512 دوس اوكي تمام؟ البرشاية بتاعتنا لازم تبقى ابيض واسود تمام؟ فهخلي دي جراي سكيل كنترول الت شيفت يو او كنترول شيفت يو كنترول شيفت يو على طول بيدي ساتوريت ايمج دي ساتوريت ده كان بيجي منين ايه شيفت اند كنترول شيفت يو دي ساتوريت على طول دلوقتي انا عايز اقول له دي سايفها عندك برشاير اديت ديفاين برش بريسيت اقول له خلينا دي اسمها 3 دوس اوكي اقفلها خلاص مش محتاجها تمام فاول ما اجي اخش هنا لقيت بقى عندي ايه برشاير تمام هبتدي امسح بقى بحسب السكيل بتاع الشجره اللي انا جنبه انا عامل دلوقتي ماسك تمام وبمسح منه بمسح دلوقتي ايه من الصوره الاصليه اصلا امسح من جوه مثلا الاطراف دي شويه كده ساتسفاينج لقيت مثلا الجزء ده كله هيعمل لي مشاكل ما توجعش دماغك يعني محتاج هنا مثلا الشجر صغير شويه فايه طيب دلوقتي جيت امسح لقيت ايه هيطلع لي الجزء بتاع الشجر تمام افتح اللاير دي تمام قصدي افتح البراش اوبشنز لف البراشايه كنا ممكن نطلع من غير جزء برضه تمام ارجع تاني الفرق كل الحته دي هتبقى عندي فيها مشاكل عشان السواد ده فممكن برضو ايه استغنى عنها خالص ايه الحته دي هنطيرها برضو طبعا يا جماعه شغال على الماسك حبيت ارجع في اي وقت كل ده عندي يعني بعد ما نخلص كده بص على الصوره منظرها عامل ازاي ان ممكن تبقى عندي زي مثلا جزء مهم في المشروع شيلته ما ينفعش كده يعني اكبر بقى الساس شويه كده وامسح طبعا مهم جدا بالنسبه لي اركز في الحاجات اللي قريبه لان ده هيبقى عليها العين هتقدر تاخد بالها حاجات بعيده زي كده ممكن العين تسكب فاهم بس حاجات انا كنت هشيل حته منه ايه هنا شكلها حلو طيب انا دلوقتي يعني انتوا لو مبصين معايا في الشاشه هتلاقي الدنيا محتاجه تاخد سنه ازرق ارجع تاني احط لاير وادي زرق شويه كده المره دي في الميد تونز بقى
ممكن احنا بيوردوا لا على الفور جراوند بس عادي تمام. انا برضو عايز ابص على حاجه طيب اوكي الفيديو استلام ما شاء الله ماشي شو ده الفايل اصلا كنت عامله شفت مثلا ان انا في حاجات محتاج بقى افتحها واسودها بايدي يعني حاجات مانيوال كده. فالحاجه اللي ممكن اعمل بيها كده ان انا ممكن اعمل ابلاي الايمج اعمل صوره جديده Alt Control Shift E بميرج كل اللي موجود في لاير واحده يعني دلوقتي دي لاير واحده الموجوده اهي تمام. طيب دلوقتي ممكن بقى ايه التولز اللي انا دي بيج اند دور دودج بيرن سبونج دودج بيفتح تمام بيرن بيغمق على حسب الاحتياجين بتاعك وعلى حسب انت عايز تفتح في ايه بالظبط في الشادوز في الميد تونز بتاع تمام. بس كل المشكله ان حاجه زي كده بتخلينا نشتغل بالدستركتيف ورك فلو افرض غلط وعايز ارجع في كلام تمام. طيب في حل ظريف جدا الموضوع ده تكتب كده ظريفه ممكن اعمل لير جديده شيفت اف 5 عشان اعمل فيل لللير تمام او من اديت فيل واعمل فيل ب 50% جراي يعني احط رصاصي 127 128 128 128 اوكي. لو انا دلوقتي خليت دي اوفرلاي فاكرين لما كنا بنتكلم المود بتاع اوفرلاي بيعمل ايه وسكرين بيعمل ايه وبتاع اوفرلاي كان بياخد اي حاجه جرين في الصوره جراي يضربها في زيرو ما تبانش تمام. فدلوقتي بقت عندي دي لير مش باينه بس هي اوريدي موجوده. لو جيت دلوقتي فتحت وغمقت عليها بصوا مثلا انا هجيب دودج تول لقيت مثلا ان الحته دي عندي فيها شادوز عاليه فيها قوي اختار بس برشايه خلينا ميد تونز هي الحته دي مقلل الاكسبوجر بتاعها. حد خد باله؟ بقت عندي دي لير لوحدها لو حبيت ارجع في كلامي خلاص هرجع فيها تاني. نفس الكفاءة؟ نفس الكفاءة؟ مش قوي بس هبقى صريح برضه. بس يعني بتأدي الدور يعني مش هتحتاج تعمل اكتر من كده. تمام؟ في حتت مثلا هنا عايزة تفتح. عندي اكسبوجر شوية. ما بحبش عشان ما احرقش قوي. مثلا دي الحاجات اللي كانت عامله لي مشاكل في الاول ان الشادو فيها تمام. ممكن اعملها كمان كليبنج ماسك للفور جراوند بس عشان ما تاثرليش على حاجه من الخباله كانت مقصره شويه بره اهي تمام تمام. طيب انا في حاجات يعني احنا عشان نوصل بالظبط نظبطها زي دي محتاج شويه وقت عشان نتويك صح قوي يعني هنا في النص دي المفروض بيرفكت بتماتش بالظبط يعني خلينا نشوف مش باين بس. طب في حاجات بقى عايز اتكلم عليها غير ال كلرز والكلام ده الجلوز ده طبعا مش هقول هعمله ازاي ولا حد عايز يعرف اعمله ازاي
حلو كبير. بصوا يا جماعه التكنيك بتاع الجلو هو اللي استخدمناه نفس المره اللي فاتت، بس الفكره اصلا ازاي نرسم الشيب ده. طيب لينا مثلا عايزين ننور من هنا لحد هنا، تمام؟ عامل لير جديده نسميها وايت كلوز. تكنيك البين تول، بين تول دلوقتي عم بتبقى في الديفولت بتبقى معموله شيب. شيب ده معناه انت بترسم حاجه فيكتور، تمام؟ كبرت دي صغرت دي خلاص فاكرينها كده. طيب انا ممكن استخدم بين تول استخدام تاني مع الراستر ايمج، انا اجي اخليها باث، تمام؟ وارسم باث في المكان اللي انا عايزه، زي مثلا عايزه هنا كده وهينتهي في الحته دي، تمام؟ ودوست الت عشان اظبط الكيرف بتاعي. انا طبعا مش عايز اقفل باص، مش عايز الدنيا تنور من ناحيه، يعني مش عايزها كده يعني، تمام؟ عايز بس الحته دي. تمام. دلوقتي ممكن اعمل حاجه اسمها لما بدوس كليك يمين وانا عامل باص، ممكن يطلع لي شويه اوبشنز لذيذه كده. كريت فيكتور ماسك اللي كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، ديليت الباص خالص، ديفاين شيب لو حبيت ايه ديفاين شيب لو حبيت تستخدمه في مكان ثاني، سيلكشن لو انت عايز تعمل سيلكشن بس بالباص كده، ممكن تفل لون ستروك باص. ستروك باص ده بيعمل ايه؟ بيجي على الباص انت رسمته ويروح راسم عليه خط، تمام؟ وممكن اجي بقى ايه الاول لازم تبقى ميديفاين البرشايه بتاعك، اقول له خلينا برشايه كده ونفستها مثلا، خلي اللون ابيض وبس بتاعها قليله شويه فهزودها، تمام؟ ودلوقتي كليك يمين عملت ستروك باص، اقول له هنباص بالبرش، دوست اوكي وروح جاي راسم لي ايه؟ خط ابيض على نفس الباص اللي انا كنت عامله، تمام؟ طيب ممكن اعمل كمان تريكايه صغيره كده، كليك يمين وستروك باص. لو فتحت السيميوليت بريشر ده في سيميوليت، حد فاكر التابلت اللي كان معايا المره اللي فاتت كنت برسم بيها؟ المفروض التابلت دي لما بضغط بيوسع البشايه اكنها قلم، بيحس ب، عارف لو انت مايل ايدك كده بيحس بيها، لو انت ضاغط قوي البشايه بتكبر لو ماشي بخط رفيع بالظبط يعني. السيميوليت بريشر ده اكنه هيمثل ان انا بعمل سيميوليت بريشر، فهيجي من الاول يديني زي فيد ما عملهاش. طيب عملت ستروك باص، ايه اللي حصل؟ ديليت الباص عشان نشوف، مش عامل اللي انا بتكلم عليه. طب اعملها ازاي؟ لا لا، هو كل فكره في البرشايه نفسها، مش فاتح انا يعني، مش هارد مس، انا عايز ايوه شايفين الخط طالع اصلا ما فيهوش اي بريشر. فدلوقتي مثلا خلينا نفتح بين بريشر، خلينا نجرب دي كده برضه، فيها مشكله ناخد رشايه تاني، طب رشايه تاني ونشوف. لا هو المفروض بيراه يعني، المفروض بيحس بيه. طيب هنشوف الموضوع ده، هحاول اقول لكم المشكله فين بالظبط. وعملها هنا. بصوا دلوقتي انا معايا الخط من الرفاي من الحواف بتاعته رفيعه، وفي النص كله بقى ايه ده؟
تمام؟ فمن عند الاطراف بقى بيروح على فين وفي النص التركيز كله تمام. فدلوقتي خلاص ممكن نخليها نصغر الشاي بتاعتنا شويه كيك يمين وستروك باص كله اوكي تمام. طيب عايز ادي ده جلو بقى واظبط الدنيا خلاص عرفنا تمام ازاي. ممكن هنا اوتر جلو اروح السنه الزرقاء اللي كنا بنتكلم عليها كبر السايز كبر السبريد نصغر السايز شويه عاكس شويه اللون بتاع الزرقاء تمام. واخليه كلر دوج مثلا تمام تمام. طيب عارفين انا لو رسمت في نفس اللاير تاني خط تاني ياخد نفس ال بصوا كده بصوا بسرعه شويه اه يعني برسم في نفس اللاير اللي عليها افكت اول ما ادوس هياخد نفس الجلو اللي كنت عامله تمام. طيب في تريكايه كمان عايزين نتكلم عليها الباصز بتاعت العربيات دي زي ممكن نعمل حاجه كده كان معايا صوره بس انا استخدمت الصوره دي جبت الصوره دي ازاي خش مثلا الدرايم اكتب ايه كار لايت فيلز فيكس انجز يعني لايبراري كبيره جدا بقى اشوف اللي يمشي مع البرسبكتيف بتاعك وابتدي شو يظبطه معايا تمام. لو جبت صوره زي دي كده بس انا عايز اخد الحاله الوحيده اللي هسلكت فيها اخد الحته دي كده كنترول جي وابتدي اخليها معايا عشان لو احتجتها تاني تمام. يوز بي عشان ابتدي احرك. بصوا يا جماعه ايه اللي حصل دلوقتي انا دوست شورت كات من غير ما اخد بالي فتحت الكويك ماسك. كويك ماسك هو مفتوح عمال احرك مفيش حاجه بتتحرك بيحرك ماسك خد بالك دايما عشان الحركه دي بتحصل خليك قاعد مش عارف اللي بس انا دلوقتي خلاص بقى الحركة اللي انا عايزه اهو راح خليني اللينير دوج قاعد مثلا انا طبعا بنقي صوره الباك جراوند بتاعها سودا يعني ما تروحش تجيب صوره فيها شارع وبتاع عشان يعني يخليك ذكي في اختيار صورك تمام. فاول ما خليت اللينير دوج قاعد طير لي الاسود كله ممكن بقى اروح ايه اشوف شارع كده ماشي عليه البتاع ده خلينا لينا حاجه زي اللي هنا دي كده دوس كنترول تي كنترول تي. طيب انا بدوس هو بيقول لي في حاجه سيلكتد ومش عارف ايه بوزيشن ادوس كنترول دي عشان ادي سيلكت كنترول تي برضو ايه لا هي مش رستايز هو عارف في حاجه تانية فيها مشكله كده خلاص احنا اصلا الباص مسحناه بس سيلكت بوزيشن دي بروبوز بوزيشن بوزيشن بس بس انا اول مره طلع لي ريبورت ديليت باص خالص كده شوف بس كان في باص ما اعرفش فين يعني انا مش شايف اي باصات فكنت كل ما اجي ادوس كنترول تي بيطلع لي في مشكله مش عارف فين فرحت جاي سيلكت البين تول كليك يمين ديليت باص ما اعرفش هو فين بس ديليت دلوقتي لما جيت كليك يمين تاني خلاص ما بيطلعليش حاجه تمام. دلوقتي ممكن اعمل بقى ايه اخد اللاير بتاعت اللايت ريلز دي اعمل راب راب ده عباره عن ايه بلعب فيها زي ما انا اشكلها تاني يعني بس خد بالك بلاش اكستريم الموضوع ان هي انا ببكسليت ده وتبقى شكلها عادي جدا يعني احنا بس على قد ما احنا عايزين بس هي انا هستخدم اللي تحت ده بس الطاير اللي انا مش عايزه
تمام. انا دلوقتي عارف ان انا وانا بشيل خدت منها شويه، هزودها ازاي؟ الحته اللي انا زودتها دي هعمل منها دوبليكيتس تنور اكتر. تمام. طيب بس دلوقتي قبل ما اعمل دوبليكيتس خلينا في نفس النصب، انا عندي شجره بعد الطريق. تمام. اروح اجيب نفس الشجره اللي كنا جايبين عاملين بيها النصب، ابتدي ايه امسك شويه من ال برسم في الليره الاساسيه، اروح على النصب امسك شويه من كانه يعني بيعدي من ورا الشجره يعني. تمام. هنا واحده ثانيه. تمام. دلوقتي بقت عندي اللير ماسكد، ماسك تايم مظبوط، دوبليكيت كمان مره عشان يديني ايه لايت شويه لاج خالص. ممكن نعمل بقى ايه، لم ده كله كده في جروب واحده نسميه ايه برو ايمج. تمام. يبقى ايه جاي مدي الدنيا كلها مجمعها شويه، بلاش ليفلز، ممكن نقلل برايتنس، نزود الكونترست شويه. تمام. ممكن نيجي نعمل زي فينيتنج كده. دي اول اللي انا عايزه، هو بيبقى عامل دايره، انا عايز اليبس مثلا حجم اكتر. تمام. ممكن اصلا نعمل كار جريدنج، لو خلاص نقلب الدنيا خالص نديها تونز ثانيه. ايه؟ دوس اف بيغير لي الفيوز بتاعت فوتوشوب. فانا مثلا الفيو ده شايف، ده بقى مش شايف قوي، بدوس اف تاني بيفتح لي بقى فول فريم. انت قصدك هي ليه بتتحرك كده ولا انا ازاي؟ ازاي بتبقى سموث يعني؟ ببان بس مسطره بعدين بشد. تمام؟ هي دي ولا حاجه ثانيه؟ يعني ممكن ندي بقى تونز ثانيه خالص بعد ما اخلص، بس المهم تبقى ايه خلصت الكومبوزيتنج كله وبعدين تجريد على حسب ما انت عايز يعني. في الاخر ممكن نعمل حاجات اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، اوت لاين لاير كلها في لاير واحده، او لاير سمارت اوبجكت. ايه؟ ممكن نجرب لوك اب. حلو التونز الزرقاء، بس خدوا بالكم ده حلو برضه، ده بحس الدنيا هتشتي شويه. ايه؟ ماشي برضه. قصدي دي بتدبنت من حد لتاني يعني، كل واحد ومزاجه. بس هنيجي هنا بقى الحاجات اللي انا كنت عايز اتكلم عليها. انا دلوقتي وانا شغال كنت عارف ان في مشكله شويه في ال، ان في فرق ريزولوشنز ما بين الصوره بتاعتي والصوره اللي ورا، احاول ابوظ الصوره بتاعتي شويه بقى. تمام. فهاجي مثلا هنا واعمل ماسك على ال، شد الماسك ده وعلى السمارت اوبجكت اللي فوق ده احط عليه ماسك. تمام. فبقى السمارت اوبجكت اللي موجود ده انا شديت ماسك الشجره، شد ماسك من تحت خالص. تمام. بعدها عندي سمارت اوبجكت اهو، احاول بقى ايه ابوظ شويه في الصوره، فلتر مثلا بلير سنه مش قوي كده. ده هو ظاهر في حته المال. يا نهار اسود تجيبه ازاي؟ جه؟ امسك. طيب خليني بس اديله واحد كده واشوف. واحد
شغلها للنوعات فعلا. ايه؟ لا لو قلته بس هتبقى الدنيا هيزي شوية. طيب بلاش ده. كنت نشوف فلتر تاني. دينا مثلا ندي سيف سبلور الواحد مالس يشول خالص. هو انا عارف ان الحاجات دي مفيش اي حاجة باين عندكم بس يعني سيرفس بلير بيجي على الحاجات اللي فيها يعني سي وش البني ادم فالعين دي ايدج تمام الحته دي كلها تقريبا سيرفس ما فيهاش ايدجات طبيعي الحته دي سيحها ويسيب الايدجات تمام برضو مش جايبه قوي طيب هي دي واحده من الديفكتس بتاعت فوتوشوب ان ما ينفعش احط قيمة أقل من واحد مثلا في البلير والموشن بلير والكلام ده ينفعش أخد واحد ونص مثلا في برامج تانية طبعا بتعمل الكلام ده بس يعني مع الأسف إيه؟ إيه؟ هو بتعمل لو أنت عايز تعمل كده المفروض إن الصورة أصلا مش كوالتي بتاعها تبقى عالي وده؟ لو الصورة كوالتي بتاعها عالي وكبيرة ما هي بالظبط بالنسبة لك يا مش عارف ممكن نحط لها نويز بقى ونشوف كده بس ده المفروض جرين الباك جراوند اصلا فيها نويز مش حاجه باينه برضه يعني بس طيب هقول لك حاجه ظريفه احنا كنا ممكن هوريكم حاجه برضو انا معاك عايز اوريكم اتفضل خدت طيب منك شو حاجه دلوقتي احنا مثلا عايزين نعمل ايه اكن في جلو طالع من الشبابيك دي تمام الحته دي بس في نفس الوقت مش عايز بقى ايه مش عايز يعني مش عايز يعني عايزه يعدي بعد الشجر يعني الشجر يفضل زي ما هو انا حاجه زي كده ازاي اروح اطلع ماسك للشبابيك دي بس طيب المشكله الكبيره في المالتي مات اليمنت ان انا عشان اطلع ماسك تاني مالتي مات اليمنت هرندر تاني طبعا في الحاجات الفاينل الكلام ده مستحيل ففي كان في حاجه ظريفه جدا اديتها لكم في اول مره لما خدتوا حاجه كان في حاجه اسمها ريندر ماسك ريندر ماسك لما بتسطبه بتسطبه عادي جدا وبتقول له بس فين المكان بتاع 3 دي ماكس وخلاص ادخله جوه ازاي باجي افتح هنا كاستمايز كاستمايز يوزر انترفيس تول بارز اعمل مثلا تول بار اسميه ريندر ماسك نزل فين بقى لا هو اللي نزل هنا ده واجي هنا سيرش على ريندر ماسك ريندر ماسك اهو واشده احطه هنا كده عملت تول بار جديد في الماكس تمام واجي هنا مثلا عندي بقى ايه اللي عايزين نسلكت عايزين نسلكت ده اللي يبقى ماسك شوفوا كده هو ده اللي زاز بتاعه تمام ايسوليت ارجع تاني الكاميرا بتاعتنا